الشيب كان رحبوا من حضور الكريم والعمليه ديال دور الصبيح الحمد لله فيرما داز الملكيه المشروع بدا واخا المشروع ما كانش خصو يمشي بكاك ما كانش العمران نهائيا خصها تدخل معنا في العمليه ما كملت لا خدمتها لا يديك لا واش الجيراتوار ديال هذا واش البورات ما ركبوهمش وجاي نزلوا على المجلس بواحد الجهات عليا باش يعطيهم لا ريسيبسيون باش يستافدوا هما من البقعه ديالهم وكيبيعوا بمليون 8000 درهم من البقعه هذا الشيء راه مؤسف لا هذاك لا 18 قطار ولا 19 قطار ما كانش المجلس بودو باش يصاوب هذوك 4 طرقان ولا 5 طرقان الضو يستافد كل شيء ويستافد نعطيو حنا العمران كل شيء يستافدوا به ونبقاو نضربوا حنا على القطاعين والله الا هذا اجرام قسم بالله العمليه السيد الرئيس العمليه دارت باش يكون باش تكون احصاء شمولي وتنفيذ مقرر ديال المجلس تنفيذ حرفي باش ما نبقاوش نعاودوا لان المجلس تاخذ فيه مقرر وكان احصاء شمولي والاستفاده ديال الجميع قاطعين الدور الصفيح حنا ما من هذا ولا ضد هذا الله يجعل السيد كل واحد يخلصوا على العمليه هذه وفي ختام السيد الرئيس بغينا هذه العمليه نديروا لها حد ديالها باش تكون بقاو كل مره جايين صافي بغينا نفصلوا فيها ونطلبوا منك باش تنفذ وتنفذ جميع المقررات اللي تاخذ فيها المجلس في هذه النقطه وشكرا.